نداء عاجل إلى السادة وزراء الفلاحة والصناعة والتجارة في مرحلة أولى باش يراجعوا الصناعة ولا المالية؟ الصناعة والمالية هذا الجزء الأول، زوز نداءات، نداء الأول الصناعة والتجارة والفلاحة هذا باش يراجعوا ويحينوا السعر على مستوى الحليب على مستوى الإنتاج خلال شهر أول با بليتار، لأنه صار تروتار بعد يفوت الأوان. الفلاح اللي يقوم الأربعة متاع الصباح هو وزوجته أولاده ويخدم نهار كامل باش المواطن في خلال من الشمال للجنوب يشرب حليبه وحليب معناها دون لي نورم حسب المواصفات التونسية. راهو ما عادش نجم، تعرف نعطيك مثال بسيتياس لو الوقت يسمح. تفضل عتيب. الموضوع يهم المواطن التونسي، لازمنا نعرف كل شيء. المغرب الشقيق، المغرب اللي احنا نقارنوا فيه برشا واحنا قراب ياسر، زادوا في شهر جوا 430 مليم للفلاح باش يمنعوا الفلاح باش يمنعوا المنظومة. وبالضبط احنا تقريبا هذيك هي، خاطر احنا قلنا بكريكة الخسارة ما بين 400 و500، زادوا 430 مليم للفلاح باش نستناو احنا باش نمنعوا فلاحنا وما نسقطوش الله لا يقدر في التوريد ونهدموا المنظومة اللي بنيناها منذ 40 سنة ويا خيبة المسعى، لأنه هذا هو أمن الغذائي. راهو أمن الغذائي، وشفنا احنا في السنوات الأخيرة في الكوفيد وفي الحرب شنو أهمية الأمن الغذائي بالنسبة للسيادة الوطنية. نعم. دونك نداء كبير باش نراجعوا فورا السعر على مستوى الانتاج للفلاح وننصفوا ونعطيه حق الفلاح، الفلاح المناضل، الفلاح المجاهد، الفلاح المرتبط بأرضه، الفلاح اللي قاعد يقاوم ليلا نهارا، معناها لازم نوقفوا معاه. النداء الثاني الى السيده وزيره الماليه والسيده رئيس الحكومه باش يسعفونا ويعطيونا مستحقاتنا. احنا ما قلناش عطيونا ضربه واحده متاع 13 شهر، يا اخي هات نتفاهموا، هات نتحدثوا، اعطيونا جدول على 3 شهور على 6 شهور على الاقل نشوفوا اخر نفق. لانه نحب نقول لك شحاتم حاجه، احنا الى جاء ما عدا الفلاحه والتجاره والصناعه اللي احنا نتحاوروا معهم شويه، الماليه مسكر الباب علينا، ما كتبنا لها ما جاوبت، رئيس الحكومه كتبنا لها ما جاوبت، كتبنا للسيد رئيس الجمهوريه ما جاوبنا. احنا رانا في وضع مقلق جدا، في وضع ما نحكي لكش اللي معنويات المؤسسات معناها في وضع لا يطاق. اش قاعد في البلاد اذا كان زاد ما نحميوش الفلاح وما نحميوش المؤسسه؟ شو اللي قاعد في البلاد؟ البلاد راهي تمر بصعوبات كبيره ويلزمنا نجابه وناخذ القرارات الصعيبه في الوقت اللازم قبل ما يفوت الاوان. إذا كان نواصلوا وما نحلوش المشكل بالسرعة اللي تقول عليها أنت فجعتني شوية، تقولي الأمبولانس بدأت تخدم معناها. أبسوليمون. إذا كان نفوت شهر أوت وسبتمبر مثلا، شنو اللي نوصلوا؟ نوصلوا ما عادش فما الحليب المدعم، حليب الزوالي المواطن التونسي في البلاد واللي نجيبه بالسعر الغالي وبالعملة الصعبة، هذا هو النتيجة الحتمية اللي نوصلها. إذا كان خلال شهر أوت سبتمبر ما فماش زيادة للفلاح، 10% اللي حكيتك عليها هذيك تراجع، مش تولي 15 تولي 20 وتولي اكثر الله لا يقدر، ومش ناكلوا المخزون نتاعنا من هنا لاخر العام او قبل لاخر العام، وابتداء من العام الجديد مش نكونوا في وضعيه حرجه تجبرنا اكيدا بصفه متاكده باش نسعى باش نبكيو نلتجئوا للتوريد، ويا خيبه المسعى اذا كان وصلنا. بينما اخ حاتم نحب نقول لك حاجه، انا مهندس فلاحي وعندي حوالي 40 سنه في القطاع، ونقول لك تونس نجم تكون مصدره للحليب على طول العام وعلى طول السنوات، عندنا المؤهلات وعندنا الامكانيات باش نصدروا الحليب طول لاني مش باش نوردوا. دونك تتقلب الايه، في عوض نصدروا ندخلوا العمله الصعبه، نولوا نخرجوا العمله الصعبه باش يجيبوا الحليب اللي نجموا احنا ننتجوه اليوم نعطيه في 13 في 12% للفلاح، بينما غدوه نجيبوه بثلاثه دينارات من بلجيكا او اسبانيا او البرتغال. هل هذا معقول؟ فيهديكم يهديكم نداء عاجل باش ناخذوا بعين الاعتبار مصلحة البلاد، مصلحة المؤسسات، مصلحة الفلاحة، مصلحة الفلاح، مصلحة الاقتصاد الوطني، ونعطيه الفلاح حقه وننقذوا المنظومة هذه اللي هي اليوم نفتخر بها.